أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. بعد مقتل 3 بحارة وإصابة آخرين على متن سفينة ترفع علم بربادوس في خليج عدن، ارتفعت حدة التصعيدات في البحر الأحمر، ويقول الحوثيون إنهم نفذوا أكبر هجوم منذ بدء عملياتهم، حيث استهدفوا سفينة بوريل فروتشين في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، إلى جانب توجيه 37 طائرة مسيرة ضد المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها أسقطت 15 طائرة مسيرة للحوثيين في اليمن، وهي إجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها من زوايا عدة. ما الذي يدفع الحوثيين لتصعيد هجماتهم؟ وما حقيقة الشعارات التي يتبنونها في هذا الإطار؟ وهل فشل التحالف الأمريكي فعلا في تحييد قدرات الحوثيين العسكرية؟ وما الخيارات البديلة عن الضربات؟ قبل أن نبدأ النقاش مع ضيف الحلقة نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. يبدو أن المشهد في البحر الأحمر يأخذ مسارا أبعد مما كان متوقعا، فالتكثيف العسكري الدولي في ازدياد يقابله هجمات حوثية متصاعدة. يقول الحوثيون إنهم نفذوا أكبر عملية منذ بدء هجماتهم في هذا الممر الملاحي الهام، مؤكدين تنفيذ عمليتين: الأولى ضد سفينة بوريل فروتشين في خليج عدن، والثانية تجاه المدمرات الحربية الأمريكية المتمركزة في المياه الدولية ب37 طائرة مسيرة. لم يفصح الحوثيون عن نتائج هذه الهجمات، وكالعادة يصفونها بأنها كانت دقيقة ومركزة. في المقابل تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها أسقطت 15 طائرة مسيرة للحوثيين في إطار إجراءات حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمناً. هذا التصعيد جاء بعد 3 أيام من مقتل 3 بحارة وإصابة آخرين على متن سفينة ترفع علم بربادوس في أول حادث يسفر عن سقوط قتلى جراء الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن. قبل تلك الحادثة استهدف الحوثيون سفينة روبيمار، ما أدى إلى غرقها وتهديد البيئة البحرية كونها تحمل نحو 41 طنا من الأسمدة والزيوت الموصوفة بالخطرة، فيما كان الحوثيون قد دفعوا ثمنا عند استهداف التحالف بقيادة واشنطن 3 زوارق حوثية وإغراقها بمن عليها في البحر. أما على البر فقد نفذ التحالف الدولي بقيادة واشنطن عشرات الغارات على مواقع للحوثيين في عدد من المحافظات التي يسيطرون عليها، كخطوة قالت عنها الولايات المتحدة إنها بهدف تحييد قدراتهم العسكرية. تدخل العمليات الأمريكية البريطانية شهرها الثالث بهدف ردع الحوثيين المستمرين في التصعيد، فيما صرح مسؤولون أمريكيون بأن ذلك التدخل غير مجد، متهمين طهران بالوقوف خلف تلك العمليات. يربط الحوثيون عملياتهم بشعارات مناصرة غزة في وقت يتهمهم الكثير بأنها في سياق تحقيق مكاسب أبرزها الالتفاف الشعبي، وأخرى في مسار التسوية السياسية المرتقبة. أما واشنطن فهل ستتخذ المسار الدبلوماسي كخيار بديل عن الضربات العسكرية؟ إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير العسكري اللواء محسن خصروف. مرحبا بك معنا اللواء محسن. أهلا بكم يا مرحبا. يعطيك العافية أستاذ محسن. اللواء محسن، فيما يتعلق بداية قراءتك للمشهد في البحر الأحمر في ظل تصاعد التوترات. يعني في شيء مش مفهوم أو غامض وهو غموض لدرجة الوضوح. يعني هل إمكانيات الحوثي تفوق إمكانيات صدام حسين بقدراتها العسكرية البرية والبحرية والجوية؟ وهل إمكانياتهم تفوق إمكانيات معمر القذافي اللي كان عنده أحدث الطائرات وأحدث الأسلحة؟ وهل يعني في مستوى نورييجا الذي تحركت القوات الأمريكية واعتقلته من داخل قصره وذهبت به إلى السجن؟ هناك أمور ماشي مفهومة. يعني أمريكا هي عاجزة أن ترجم أو تردع الحوثي من ما يعبره في البحر الأحمر وخليج عدن. هذه أشياء ما هيش مفهومة. أنا يعني هكذا تحليلي أو رأيي الشخصي أن هناك شيء ما متفق عليه بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب والحوثيين.
لدرجة أن بعض المحللين يقولون أن أمريكا عاجزة عن أن تجيب الحوثي، عاجزة عن أن تمنع هذه الضربات، وأن إمكانية الحوثي أكبر بكثير مما يمكن أن تعمله الولايات المتحدة الأمريكية، بل أن الحوثي يقول سنفاجئهم بما لا يتوقعونه. هذه أشياء الهدف من وراءها الوطن العربي، تدمير إمكانيته، قدراته، اقتصاده، شل قدراته التنموية، الحصار مصر، حصار المملكة العربية السعودية، محاصرة الشرعية اليمنية، أمور كثيرة. وليس هناك في رأيي أنا ما هو أكثر من هذا. الباقي كله ذر رماد في العيون لا قيمة له، ولن يجي نفعا فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية، ولن يدعم الفلسطينيين في كفاحهم ومعاناتهم في غزة وفي كل فلسطين. هذا ما أرى أنا شخصيا. الولايات المتحدة الأمريكية بقدراتها وإمكانيتها، هل هي عاجزة عن منع مثل هذه الحوادث؟ نعم، هذا سؤال ينبغي أن تجيب عليه كثير من المحللين، وتجيب عليه الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، نحن الآن عرضة للابتزاز وللنهب ولتزييف الوعي وللكذب في الساحة العربية. نعم، أنت أشرت إلى نقطة أن المشهد غامض لدرجة الوضوح، وهو استهداف للوطن العربي. لماذا يعني برأيك يتم استهداف الوطن العربي؟ هل مثلا أمريكا لديها مثلا خطط أو أهداف في المنطقة العربية وتخشى من ذلك وتستخدم الحوثي؟ ما رؤيتك حول ذلك؟ أولا، أمريكا وبريطانيا وكثير من دول أوروبا وبعض الأدوات العربية لديهم أطماع في الجغرافيا اليمنية، في الموانئ البحر الأحمر وموانئ البحر العربي، ولديهم طموحات في الوطن العربي، السيطرة على الممرات المائية باب المندب وقناة السويس، ولديهم خطط لتوطين الفلسطينيين في سيناء، يعني تسليم غزة خالصة مخلصة لإسرائيل وتوطينهم في سيناء، وخلق مشكلة جديدة. أولا يعني القضاء على القضية، يعني الخروج من القضية الفلسطينية والانتهاء منها، وتبقى فلسطين كاملة لإسرائيل، لأن المرحلة التالية هي تهجير فلسطينية الضفة الغربية إلى الأردن. هذا المخطط سواء القريب أو البعيد، هذا المخطط الموجود يعني، وخلق بؤرة للتوتر في المنطقة العربية بين العرب وبين أنفسهم. الفلسطينيين يتحولون يعني هل يعني لواء 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 محسن، هل أنت تشير إلى أن الحوثي الآن هو يعتبر جزء من هذا المخطط؟ نعم نعم، لأنه لا يعني من غير المعقول والمنطقي تمام أنه لا يستطيع الدخول إلى مأرب، وأنه يحاصر تعز وعجز عن الوصول إليها، وأنه يستخدم الصواريخ خارجية ولم تجي نفعا فيما في كثير من المناطق، يهدد أمن أمريكا وبريطانيا وغيرها في مظهر العاجز الضعيف المسكين الذي يستيدي الحوثيين السلام والاستقرار. هذا كلام لا يعني لا يستوعبه العقل يعني. إذن دعني أنتقل. إيران وهي العراب لما يجري، إيران وهي العراب لما يجري لديها المشروع النووي، واليمن وما يجري فيه، والآن البحر الأحمر وما يجري فيه، أحد هذه الأدوات للضغط على أوروبا وأمريكا. إذن دعني المتبرر المشروع الإيراني. إذن لو محسن، دعني أذهب لضيفنا الآخر من صنعاء، المحلل العسكري مجيب شمسان. مرحبا بك معنا أستاذ مجيب. أهلا وسهلا، حياك الله. بداية، ما الأهداف المرجوة من وراء التصعيد الحوثي وتكثيف هجماته؟ أولا، العمليات التي تمثلها القوات المسلحة اليمنية هدفها الأساسي هو وقف العدوان والحصار على غزة، على اعتبار أن ما قامت به البحرية اليمنية اليوم لم تستخدمه منذ 9 سنوات في مواجهة تحالف العدوان، وكان بإمكانها ذلك. ولكن أمام كما تلك المجازر والجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء قطاع غزة، وأمام ذلك الصمت المؤذي من العرب ومن مرتزقتهم المحليين، كان لابد أن تكون هناك عمليات جادة يمكن من خلالها الضغط على الكيان الصهيوني. وبالتالي كانت هذه الممارسات اليوم، على اعتبار أن بريطانيا وأمريكا هما من يقدمان الدعم والإسناد المباشر للكيان الصهيوني. لكن لو تسمح لي أستاذ مجيب، فيما يتعلق بما الذي تحقق من هذه الهجمات حتى الآن؟
الذي تحقق اليوم هناك الكثير من الخسائر التي أصيب بها الأمريكا التي بات اعترف حتى هو بذلك، سواء فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي حيث باتت كثير من الشركات اليوم تتحدث عن الصعوبات التي تواجه الصناعات وما تسمى بالواردات الاستراتيجية المتعلقة بالصناعات المحلية داخل السوق الأمريكية وداخل السوق الأوروبية، أو فيما يتعلق حتى بالخسائر العسكرية. اليوم الكيان الصهيوني بات يعترف بوضوح أن ميناء إيلات الذي كان يستقبل جزء كبير من وارداته أو ما تسمى بالمدينة الصناعية في أم الرشراش باتت اليوم خاوية على عروشها، وميناء إيلات خاوية على عروشها، وبالتالي تعطل جزء كبير من الاقتصاد التابع للكيان الصهيوني الذي انتقل منذ منتصف 2018 إلى الدول الآسيوية وإلى شرق آسيا خصوصا فيما يتعلق باقتصاد الإنتاج الإلكتروني. إذن هذه العمليات اليمنية هي مؤثرة على كافة المستويات اقتصاديا وعسكريا وعلى المستوى الاستراتيجي، كون العمليات التي يقوم بها الكيان الصهيوني اليوم هي مرتبطة بإنشاء قناة بن غوريون والتي لا يمكن أن تتم دون أن يكون هناك سيطرة على مضيق باب المندب. العمليات اليمنية تحقق أهداف متزوجة على المستوى الآني بضربات اقتصادية وعلى المستوى الاستراتيجي لتعطيل أهمية لتسمى قناة بن غوريون. لكن دعني حول ما قاله الحوثيون أخيرا أنهم نفذوا تصعيد هو الأكبر منذ بدء هجماتهم في البحر الأحمر، هل يتوقعون ردا أمريكيا وبريطانيا، وكيف سيتم التعامل مع أي رد؟ لا شك أن الأمريكي البريطاني اليوم سقط ما تبقى من هيبتهم ومن هيمنتهم في هذه المنطقة، ومهما تكون الردود ومهما تكون ردات الفعل من قبل الأمريكي والبريطاني فنحن مستعدون لذلك ولم نتخذ هذا القرار إلا ولدينا القدرة على التعامل مع مختلف المعطيات وردود الأفعال الأمريكية والبريطانية وحتى من القوى الأوروبية التي شاركت إلى جانبهم حديثا سواء فرنسا أو ألمانيا. وبالتالي اليوم العمليات ستبقى متصاعدة ونحن في إطار المرحلة التالية من التصعيد، هناك مراحل قادمة هي أكبر وأقسى على الأمريكي والبريطاني وأيضا الكيان الصهيوني. نعم، إذن أنتم مستعدون. دعني أذهب للواء محسن خسروف. اللواء محسن، فيما يتعلق ب هل يمتلك الحوثيون القدرة على الاستمرار في التصعيد؟ أنا أتمنى أن ما قاله الأخ نجيب صحيح، يعني وأن بإمكان الحوثيين أن يهددوا قدرات وإمكانيات وقود أمريكا في المنطقة. أنا سأرفع لهم الراية البيضاء، لكن أين الواقع؟ الواقع المعاش. هذه الدولة الكونية الكبرى وإمكانياتها وقدراتها في الاتصالات وقدراتها في التصنف وقدراتها في الرصد حاجزة عن أن تمنع هذه العمليات التي هي بالنسبة لأمريكا صغيرة، يعني ليست كبيرة. أنا قلت وأقول أكثر مرة أن من يقاتل إسرائيل أنا أرفع له الراية البيضاء، ولكن شرط أن يكون هذا القتال مضر أو موجع لإسرائيل، أن يدعم القضية الفلسطينية، أن يدعم الفلسطينيين، أن يفك عنهم الحصار، أن لديها القدرة على الاستمرار، أن يكون صادقا فيما يعمله بهذه المشاركة وليس مجرد ذر رماد في العيون أو تحقيق أهداف إقليمية أخرى. ما يجري الآن يعني شيء من يعني يثير السخرية، يعني بعض المحللين وبعض القيادات يصورون أمريكا على أنها دولة عاجزة ضعيفة أمام قدرات الحوثيين. هل هذا معقول؟ هل في هذا منطق؟ ليس في هذا منطق. ما يجري الآن هي مؤامرة على الاقتصاد العربي وعلى السياسة العربية وعلى النظام السياسي العربي، ومصر تتضرر من هذا العملية أكثر مما تضرر من إسرائيل والمملكة العربية السعودية وغيرها. المطلوب موقف عربي موحد كامل متكامل لدعم القضية الفلسطينية دون أن يكون هناك يعني نوع من التزييف الوعي والكذب على 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 المواطن. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية نحن معها، نقاتل معها، ندعمها، بس بدون أهداف خفية تقف وراء مثل بعض وراء بعض العمليات. إذن أستاذ مجيب، سمعت ما قاله اللواء محسن خسروف فيما يتعلق ب أهداف إقليمية أخرى ربما هي تأتي في إطار التحركات الحوثية، ما هل لدى الحوثيين القدرة على الاستمرار في هذا الوضع؟ إذن فقدنا الاتصال بالأستاذ مجيب شمسان. نعود للأستاذ أو اللواء محسن خسروف فيما يتعلق ب هل فشل فعلا التحالف الأمريكي في تحييد قدرات الحوثيين، خاصة أنك تعترض على ذلك اللواء محسن؟
والله هو يعني لم يفشل، لديه خططه ولديه رؤى ولديه الاستراتيجيات الخاصه به. لا يمكن يا رجل، كان الرئيس صدام حسين القائد العربي الفرد رحمه الله يمتلك من القدرات والامكانيات ما يعني ما لا يقاس بامكانيات وقدرات الحوثيين. يعني أنت أستاذ محسن، أنت تؤكد أن القدرات موجودة والآليات موجودة، لكن الرغبة ربما ليست موجودة. القدرات الدامنة يعني الأمريكية للتحالف الدولي ضدنا. بالتأكيد تستطيع أن أمريكا الآن لولا بعض التوازنات تستطيع يعني كيف لأمريكا وبريطانيا وفرنسا أن تتحرك وتقضي على دولة ليبيا العربية المستقلة ذات السيادة وتبعها من الوجود وتجعلها في حالة من الصراع؟ كيف لها أن تقضي أن تعدم الرئيس صدام، تحتل بلده وقدراته وإمكانياته وجيشه وتعدمه في يوم عيد الأضحى والعرب لا يحركون ساكنا؟ كيف يمكن مثل هذه القدرات الكبيرة أن تكون في حالة ضعف وعجز أمام بعض المسيرات والزوارق والمدافع والصواريخ البالستية؟ أين الباتريوت والصواريخ المضادة؟ أين الطائرات؟ أين قوة الرصد؟ يا رجل صدام حسين رحمه الله والجيش العراقي في الحرب لم يستطيع أن يشغل رادار لرصد الطائرات الأمريكية، لأن إذا اشتغل الرادار ضربت الطائرات، واعتمد على الاتصالات الأرضية السلكية للتواصل بين وحدات وقطعات الجيش. فهل من المعقول؟ لكن هناك من يقرأ لو محسن، هناك من يقرأ المشهد إلى أن أمريكا أو التحالف الدولي يخشى لمواجهة مباشرة مع إيران. أنا شخصيا عندي قناعة أن إيران مشروع أمريكي. من سلم العراق لإيران؟ أليست الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية؟ هم من سلموا الدولة الشعب الأرض العراقية بكل قدراتها. إذا مشروع أمريكي. دعني عاد إلينا الضيف الآخر مجيب شمسان من صنعاء المحلل العسكري. أستاذ مجيب، فيما يتعلق ب هل يدرك الحوثيين أنهم ضمن أهداف إقليمية أخرى ليست حسب الرغبات الحوثية؟ أولا السؤال غير مفهوم بشكل واضح. كيف يمكن أن يكون الحوثيون لا يدركون أنهم ضمن أهداف إقليمية؟ لا يكون الحوثيون، السؤال ربما بحاجة إلى إعادة صيانة. هل الحوثيين يدركون أنهم ضمن أهداف إقليمية كبرى، وأن تحركاتهم وتصعيدهم الآن الغير متكافئ على الأقل بالقوة أنه ضمن مخطط إقليمي كبير، وهم يحققون أهداف أخرى ليست أهداف متعلقة بفلسطين أو أهداف متعلقة باليمن؟ فقط بأن يعلق على بعض ما ورد في أستاذ مجيب، هل ما زلت معنا؟ هل تسمعني؟ طيب نعود للأستاذ لواء محسن خسروف. فيما يتعلق لواء محسن، الخيارات البديلة الآن أمام الضربات أمام واشنطن وحلفائها، يعني ما هي الخيارات البديلة للحد من قدرات التهديد الحوثي للبحر الأحمر؟ أمريكا لا تهدد قدرات الحوثي، وعملياتها الجوية استهدفت البنى التحتية والمؤسسات الوطنية للشعب اليمني، سواء مؤسسات أو معسكرات، يعني مش معسكرات فيها قدرات عسكرية حوثية أبدا. استهدفت يعني بقالهم يضربوا على النهدين اليوم 15 سنة، والأمريكي الآن جاي يضرب على النهدين، انتهت. ومطار صنعاء ليس فيه شيء، وغيره من المراكز لا يستهدفون قدرات الحوثي وشبكته العصبية فيما يتعلق بالقدرات العسكرية. هم يستهدفون المؤسسات الوطنية، المشروعات الحيوية، المباني ذات الأهمية سواء التربوية أو الوظيفية أو غيرها.
يعني لم يوجعوا الحوثي في شيء، اي ضربه من هذه الضربات اللي قالتها بريطانيا وامريكا لم تضر الحوثي عسكريا، الحوثي عسكريا على الاطلاق. لكن هنا لكن هنا لواء محسن، اين الشرعيه مما يحدث؟ الشرعيه هي في غرفه الانعاش. تعليق يعني. نعم، لا تعليق هي في غرفه الانعاش ومسلوبه الاراده. طيب فيما يتعلق باليمنيين الآن، ما الذي يعني يملكونه أو ما الخيارات المتاحة لهم في ظل هذه الظروف؟ والله أنا أتمنى على القيادات الاجتماعية والسياسية والوجاهات والأحزاب والتنظيمات السياسية أن يكون لها موقف وطني أولا مما يجري في اليمن، للخروج من هذا المأزق، لتحقيق السلام، لإيقاف الحرب، للوصول لفكرة التعايش بين اليمنيين بكل أشكالهم وألوانهم وهوياتهم. اليمن يتسع الجميع، يتسع لكل الناس، يعني بدون تعصب أيديولوجي أو عرقي أو مناطقي أو سلالي أو غيره. يعني القوى السياسية اليمنية مطلوب منها أن تحشد إمكانياتها أن تجتمع لإيقاف الحرب وتحقيق فكرة التعايش واستعادة السيادة الوطنية، إعادة السيادة الوطنية على الجغرافيا اليمنية وعلى القرار السياسي اليمني المستلب بشكل واضح سواء في صنعاء أو في عدن. نعم، إذن الخبير العسكري اللواء محسن خصروف كنت معنا حول التعليق حول هذا الموضوع، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من صنعاء المحلل العسكري مجيب شمسان. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، لكم التحية مني ومن معدة نجيب إسماعيل، وإلى اللقاء.